علاج الزوائد الجلدية أو التالول، هذه هي وصفتنا لهذا اليوم. السلام عليكم حبيباتي، وأهلا ومرحبا بكم على قناة وصفتنا سزمان للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله سأتشارك معكم وصفة جد سهلة وبسيطة لعلاج التالول أو الزوائد الجلدية بمكون واحد فقط. فهذا المكون يعتبر من بين المكونات التي تعالج مشكل التالول أو الزوائد الجلدية، وهو الباذنجان. فهذا المكون مفيد جدا لعلاج التالول أو الزوائد الجلدية، فكل ما عليك هو أخذ القليل من الباذنجان، ثم تقومين بشيه أو شويه في على نار هادئة جدا، ثم تقومين باستخدامه. طريقة استخدامه لعلاج التالول أو الزوائد الجلدية فهو جد سهل وبسيط. أولا، كمرحلة أولى تقومين بتنظيف أو تعقيم منطقة تواجد التالول أو الزوائد الجلدية باستخدام خل التفاح، وبعد ذلك تقومين بوضع القليل من الباذنجان بعد شويه ووضعه على مكان تواجد التالول، تقومين بتركه لمدة 30 دقيقة، وتكررين هذه الخطوات يوميا إلى أن تختفي الزوائد الجلدية أو التالول. أما المكون الثاني أو الوصفة الثانية التي يمكنك الاعتماد عليها لعلاج التالول أو الزوائد الجلدية فهو الثوم. فالثوم كذلك يعتبر من بين المكونات المفيدة جدا والفعالة في علاج التالول أو الزوائد الجلدية. فطريقة استخدامه كذلك فهي جد سهلة وبسيطة، فكل ما عليك هو تعقيم منطقة تواجد التالول أو الزوائد الجلدية باستخدام خل التفاح كمرحلة أولى، ثم تقومين بوضع فص من الثوم بعد إزالة القشرة الخارجية، ثم تقومين بوضع الثوم على منطقة تواجد التالول أو الزوائد الجلدية مرتين في اليوم لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يمكنك التقليل من مرات استخدام هذه الوصفة في الأسبوع الثاني إلى أن تتخلصي نهائيا من مشكل التالول أو الزوائد الجلدية. كانت هذه هي الوصفات الخاصة بعلاج مشكل الزوائد الجلدية، أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آراءك واستفساراتك حول هذه الوصفة. وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله. وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب، ولك مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.